نجيب دكتور بيور كده يمكن يجي. اهلا دكتور بيور، ازيك يا دكتور بيور عامل ايه؟ ازي حضرتك عامل ايه؟ تمام؟ كان في موضوع دكتور بيور عرض عليه، عرض فيه منظمة من فترة ومفيش حد يعني عايز يقبل المنظر، وحد لدرجه ان حسيت الموضوع يعني فيه ان يعني كان نفسي اتكلم مع مسيحي فاهم يعني في موضوع نشيد الانشاد يا دكتور ميو، ومعاني النشيد وكيف يفسر. معايا دكتور بيو؟ تحب ان احنا كده ننظم فيها منظمة دكتور بيو مع بعض؟ معايا دكتورنا؟ هل الله دي بالك؟ معايا دكتور ميو، هل تقبل حضرتك ان احنا ننظم مناظره في الموضوع ده، موضوع نشيد الانشاد، كيف يفهم وكيف يشرح والكلام ده، او ممكن حوار لو يعني لو حضرتك متفق مثلا على المبدا ممكن نعمل حوار بتايم زي انت تحبه. اهلا وسهلا، حياك الله يا اخي كريم. ايه رايك يا دكتور ميو، تحب مثلا ونحدد دلوقتي مع بعض ونتفق على موضوع مثلا نشيد الانشاد كيف يفسر وكيف يفهمه المسيحيون، وهل هو فعلا يعني فيه مشكله كما يتوهم المسلمون وكده ولا؟ معاك دكتور بيه؟ جميل، دكتور بيه رفع ايده، مع حضرتك المايك يا دكتور بيه. طيب شكرا استاذنا، اي لاف قران. ازي حضرتك عامل ايه؟ اتمنى انك تكون بخير. بص، سفر نشيد الانشاد يعني سفر من الاسفار اللي فهمها يعتمد على الشخص نفسه. ازاي؟ افرض انا انسان بحب العالم وشهوات العالم، وإنسان شهواني، وإنسان يعني كل حياتي بالعالم وبعيد عن الله، فبالتالي ممكن أفسره تفسير مفهومي أو مفهوم العالم. لكن في إنسان متصوف، إنسان روحي عايش مع الله، وإنسان يعني روحاني فعلاً، فدي نظرة أخرى لهذا السفر، فبترجع إلى الشخص نفسه. خدت بالك؟ يعني فهم السفر بيعتمد على روحانية لأن ده السفر هو رمز للحب الإلهي. يعني ده عبارة عن حاجة بتربط النفس البشرية بالله، العلاقة بالاثنين. يعني السيد المسيح أو بيتكلم الوحي الإلهي في هذا السفر، فبيعبر عن إيه مدى العلاقة بين النفس البشرية بالله. لأن عبارات السفر لا يمكن بأي حال من الأحوال أنها تنطبق على الحب الجسداني،
لا يمكن أبدا. يعني البعض قال إن هذا السفر سليمان الحكيم لما تزوج بابنة فرعون إنه سفر غزلي. لا، ده كلام مش مظبوط. لما نقرأ السفر يعني في ألفاظ كثيرة بتدل على كده. ما ينفعش التشبيهات اللي فيه تنطبق على بشر، على حب جسدي خالص إطلاقا. يعني فبترجع للشخص نفسه، يعني الشخص اللي بيفسر هذا السفر ترجع إيه علاقته مع الله، إيه حالته الروحية، هل الإنسان عايش لنفسه في العالم ولا إنسان روح علاقته مع الله. بس هذه كل الفكرة. فإذا كان لك هذا المفهوم، وأنا أعرف أنك علاقتك كويسة بالله، أنك هتقدر تدرك معنى هذا السفر. لكن الملوش علاقة مع الله لا يمكن يدرك المعاني العميقة في هذا السفر. خدت بالك؟ يعني في بعض يعني فسر هذا السفر تفسير حرفي، زي بعض اليهود والكتب الفارسيين كان لهم تفسير حرفي للوصية. في مدارس يهودية كانت كذا، زي مدرسة هليل، المدرسة اليهودية التقليدية، وكانت ليه هذا التفسير الحرفي. ما ينفعش. احنا بنعتبر يعني السفر نشيد الانشاد ده اقدس الاسفار، يعني اقدس الاسفار في الكتاب المقدس، لانه بيعبر عن العلاقة بين النفس البشرية والله، ومدى هذه العلاقة وقوة هذه العلاقة، ومدى احتياج النفس البشرية الى الله. فهذه كل الفكرة استاذنا اي لاف قرآن. تفضل معك مع حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميل دكتور بيور. طب ممكن حضرتك دكتور بيور تديني يعني الفرصة أو الشرف إن أتحاور مع حضرتك في السيف؟ تمام؟ ننظر كده نظرة تحليلية في السيف ونشوف نبحث في معاني. يعني هل حضرتك عندك اعتقاد إن إحنا مثلا نتفق على ميعاد ننظم فيه حوار في هذا هذه المسألة؟ وعلى فكرة الكلام يكون بكل أدب واحترام يعني، تمام؟ بدون تجاوزات يعني. معايا دكتور يوسف، حضرتك هل توافق؟ مع حضرتك المايك، رفع حضرتك إيدك، مع حضرتك المايك. بص أستاذنا إلى القرآن، إذا كنت أقبل الحوار مع حضرتك في هذا الموضوع، لأن أنا أعرف كويس أن حضرتك ترى الآخرين مفهوم بتوزن كل حاجة بعقلك، ويعني مدى احترامك للآخرين يخليني أن أنا أتشجع وأتحاور معك هذا السفر، خصوصا السفر الروحي. خدت بالك؟ لأن هنقدر نفهم بعض في الكلام. فربنا يدبر. يعني انا يعني الايام دي مشغول شويه، بس اوعدك قبل نهايه شهر رمضان الكريم ان انا يعني نعمل حوار في هذا الموضوع. بس امتى؟ اليوم يعني ايه السكجول بتاعي؟ انا مش عاوز اتحاور معاك نص ساعه او ساعه واسيبك وامشي، مش ينفع يعني. خليها لي. فالحوار هيجيبنا الكلام مع بعض، هنقعد وقت نتحاور، لأنه الموضوع ده موضوع يعني في كلام كتير. يعني لأنه في سفر رمزي ونفهم معنى الدلالات اللي وصلها الكتاب المقدس، لأن هذا السفر زي ما قلت هو سفر بيربط بين الله والنفس البشرية، أو بين المسيح وكنيسته اللي هو جماعة المؤمنين. يعني ده عاوز
وقت شويه، فاوعد حضرتك وعد كلمه واحد ان انا اتحاور معاك في هذا الجزء. امتى؟ يعني إن ربنا يدبر، قبل ان شاء الله قبل عيد الفطر المبارك هنتكلم في الموضوع ده. شكرا ومايك مع حضرتك. سؤالي عشان متشكر ليك يا دكتور بيور ان انت تديني الفرصه مع حضرتك. انا هتقابل هيبقى اول حوار بيني وبين حضرتك، وانا ان شاء الله اوعدك ان يعني الحوار بحث علمي مش تطاول او حاجه، او مش هتلاقيني زي بعض الناس اللي بيتجاوزوا في الكلام عن الصفر، لان انا عارف كويس يعني النظره الروحانيه او الروحيه للمسيحيين للصفر. وفي نفس الوقت احنا بنتكلم عن كتاب هو معتقدك وهو في ايمانك كتاب مقدس، مين حول ايه قبول هذا المفهوم او رفض. ما اقدرش ان انا اتكلم معاك بايه بقله ادب او يعني اساءه ادب، يعني في الاخر هو كتابك ودي نظرتك للكتاب، تمام. فان شاء الله انا اوعدك ان هيبقى الحوار يعني حوار علمي بحث اكاديمي، ما فيهوش مسائل، ما فيهوش ايه، ما فيهوش مسائل التجاوز وحتى سوء الفهم يعني، تمام. وانا يعني بشكر لحضرتك وشجاعتك، يعني في مسيحيين كتير عرضت عليهم الامر ومش عايزين صراحه، تمام. فالرفض في حد الكلام في الموضوع بيجعل المسلم يعتقد اكثر بان المسيحيين متحرجين من السر. فقبول حضرتك غير فكرتي صراحه، ان انت لان ده كتابك صح يا دكتور بيوم، كتابك والكتاب موجود ومقروء وبتدعي اليه، ولو حد لو انت عايز تدخلني المسيحيه، أنا لو دخلت المسيحية يجب أن أؤمن بأن النشيد من دون الكتاب، لأن إيماني لا يتم لو أنا إيه يعني هقبل الكتاب حتة منه وحتة لا، صح؟ فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، الإيمان بدين هتاخد إيه الكتاب كله على بعضه، مش هتشيل سفر ولا هتشيل آية، الكتاب كله هتشيله على بعضه. فأنا بشكر حضرتك شجاعتك و التشرف بالحوار مع حضرتك ان شاء الله، نحدد قبل نهايه رمضان، واوعدك ان هيكون الحوار يعني من العيار الثقيل يعني مع حضرتك. طيب شكرا استاذ نبيل القران، انا اوعد حضرتك ويشرفني ان انا اعمل حوار مع حضرتك، ده يعني حاجه يعني تزيدني شرف. طيب انا يعني انا انت تعرف انا عايش في فلوريدا هنا في أورلاندو، كان حصل الحدث الأخير، كان حضرتك سمعت عنه، إنه الواحد يمكن اسمه عمر ميكن، الأحداث الأخيرة دي، الأحداث اللي بترتكب باسم الإسلام، هل دي أحداث تمثل الإسلام كحقيقة؟ وشفنا الأحداث اللي يعني بتتوالى ورا بعضها بالعالم باسم الاسلام، انا مش عارف جابوا منين هذا الفكر، يعني اللي بيفعل عمل كده يعني الفكر ده مصدره ايه؟ ديني، يعني هو اللي بينفذ هذا العمل زي ما اعترف عمر ماتن ده، ما اعرفش حضرتك سمعت عنه، انت مش متابع الاخبار. كان هنا في ملهى ليلي، فالاخ عمر ده يعني هو بيشتغل في شركه بتاعه سكيورتي، وكان يشتغل ضابط سكيورتي يعني بي 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 يعني، وسافر للسعوديه كذا مره، وتقريبا اتجند من احد المنظمات او من داعش بمعنى اصح، دفع اعترافاته اللي قالها، وانه فعل كده باسم الاسلام، وادعى هذا الكلام انه من تعليم الاسلام. يعني ليه انا سؤالي بس، ليه هذا الفكر المختلف؟ يعني الفكر الواحد اللي بينسب بيه الى الله، ليه؟ ايه السبب في كده؟ هل الله
يطلب من الإنسان أن يقتل أخيه بدون سبب، أو حتى لو في سبب، هل هذا ده فكر ديني؟ اللي بيؤمن به كتير من المتطرفين النهاردة، هل ده فكر ديني؟ محاضرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا يا دكتور بيقول أنا ما أعرفش عن الحدث، لكن أتكلم معاك بشكل عام إن أنا مش متابع الأخبار من حوالي 4 سنين صراحة، ما عنديش أي ثقة في الإعلام أيا كان الإعلام، سواء إعلام من جهة يعني معارضة أو من جهة إيه موافقة، يعني أنا ما بتابعش خالص أخبار. لكن أنا وجهة نظري يا دكتور بيقول بأن الإرهاب ملوش دين، الإرهاب لا دين له، لأن يعني لو واحد مسلم يجي قال لك أنا أقتل له، أنا عايز أقول لحضرتك إن أيضا المسيحيين بيعتدوا، صح، في مسيحيين متطرفين وفي يهود متطرفين، والكنيسة حضرتك في الكون الوسطى لما حدث المسائل اللي هي الإبادة للمسلمين في الأندلس والحروب الصليبية حسب باسم الدين، صح؟ مع أن المسيحية فيها وداعة، أحبوا أعداءكم، صح، باركوا لاعنيكم، والمسيح قال من أخذ السيف في السيف يهلك، ورغم ذلك شفنا المسيحيين يتمسحوا بالصليب في الحملات الصليبية واسمهم صليبيين، ولما دخلوا الأندلس أنت عارف يعني مسألة محاكم التفتيش وكيف أبادوا المسلمين، صح ما غلطان؟ فالإرهاب لا دين له. مسألة أن واحد يقتل باسم الدين ده من تلبيس الشيطان ومن سوء الفهم يا دكتور بيون، من سوء الفهم وتلبيس الشيطان والعياذ بالله. بص يا دكتور، الله عز وجل في كتابه علمنا يا جماعه التعايش مع الغير والاحسان للغير، ما لم يعتدوا علينا أو يعتدوا على مقدساتنا. يبقى الأصل هو أنه يسالم كل الناس وأنه يتعامل مع كل الناس بالأخوة الإنسانية، وأننا لا أستبيح مالك ولا عرضك ولا أي حاجة، تمام، طالما حضرتك لا تعتدي علي ولا تستبيح مالي وعرضي. أخونا سبقنا بالآية، أخونا وأختنا، الله عز وجل يقول يا جماعة الخير، ماشي أخذ كلمة، جزاك الله خير، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يا دكتور البيور لا ينهانا عمن يتعامل معنا معاملة جيدة زي حضرتك كده، طالما انت انسان محترم جاي تتحاور معنا باحترام، ما بتسبش، ما بتعتديش، انا ربنا لم ينهاني ان اعاملك بايه؟ بالاحترام. لا ينهاكم الله لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم تبروهم وتقسطوا اليهم، وعاملك بالبر وبالقسط، احسن اليك و اقصد اليك يعني عاملك بالبر والاحسان والعدل، تمام يا دكتور بيون؟ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين من دياركم وظاهروا على اخراجكم. يبقى احنا الله عز وجل نهانا عن معامله او الاحسان الى ايه؟ الذي يقاتل والذي يعتدي على المسلمين. فانا المفروض كمسلم لن ابدا اي انسان العداوه حتى يعتدي، هو ده عدل ربنا يا استاذ دكتور بيون، ده فهم الاسلامي. بعض المسلمين للاسف زي بعض اليهود ايضا وبعض المسيحيين بيتعاملوا مع الاخر بمفهوم ايه؟ طبعا لانه اساء تفسير الايات، الدين ما قالوش كده، ان يتعامل بالحسنى مع من يسيء اليه ويعتدي على دينه او مقدساته. اما طالما المسيحي او اليهودي او حتى الكافر عايش معانا في سلام وأمان هو فوق دماغي. والنبي محمد يا دكتور بيو
عليه الصلاة والسلام لما قال للمسلمين بأنهم سوف يفتحون مصر في يوم من الأيام، فقال له يفتحون مصر فاستوصوا بأهلها خيرا. معايا دكتور مبيون؟ فإن لهم نسبا وصهرا. فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم نسبا وصهرا. يتكلم عن هاجر لأنها كانت مصرية، ويتكلم عن ماريا القبطية. معايا دكتور بيوت؟ جميل. فأنا مش عشان أنت غريب عني أو أجنبي في معتقدي كافر، أو أنا في معتقدك كافر أيضا، يبقى أنا أستحل دماءك. أبدا، أنا لا أتعامل معك إلا بالحسنى يا دكتور بيوت، طالما حضرتك يا دكتور بيوت لن سمسرة تتكلم عني يا أختنا ولا؟ ماشي. طالما حضرتك بتتعامل معي بسلام وأمان وتحترمني، ولذلك يا دكتور بيوت تعامل معك كإنسان بغض النظر على دينك يا دكتور بيوت، تمام؟ والله عز وجل يا جماعة حينما تكلم قال إيه؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أنا لا أبدأ أحد بالاعتداء يا دكتور بيون، أرد الاعتداء عشان أدافع عن نفسي، أدافع عن دمائي، أدافع عن مقدساتي، أدافع عن عرض المسلمين. نحن لا نبدأ أحد بالاعتداء أبدا. كم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فإن قاتلوكم فقتلوهم. هم اللي بدأونا بالاعتداء، لكن إن أنا أروح لدكتور بيون وهو قاعد في أمان الله، أقوم أفجر بيه مكان أو أفجر بيه مبنى، ده لا ليس من دين الله في شيء. أعطيك المايك على طول دكتور بيون. الله عز وجل يا دكتور بيون عشان تعرف أن التعامل مش منهي عنه، لا بالعكس. الله عز وجل يا جماعة بيقول إيه في سورة التوبة يا جماعة الخير؟ بيقول يا جماعة، وده في بدايات السورة يعني مش بعيدة، قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك. واحد جاي يستجيرك، أي لاف بالحقني، أنا دكتور مثلا، أي لاف، وواحد مسيحي جاي لي، مراتي بتولد ومفيش حد غيرك ينقذها، أقول له لا مش هولدها، خليها تموت دي كفرة. لا والله يا دكتور بيوف، هذا ليس من تعليم الإسلام. وإن أحد من استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. مش بس ده، أنا أجيره وعامله بأمان، أبلغه مأمنة، ثم أبلغه مأمنة، أوصلك بأمان، لا أعتدي عليك، مش أذبحك. سبحان الله، مش أذبحك، مش كافر بقى أذبح، لا فيش الكلام ده عندنا يا دكتور بيقول. فمن يفهم الإسلام، زي ما المسيحي مثلا يجي يقول لك إيه، المسيحي مثلا الدكتور بيقول المتعصب يجي يقول لك إيه، فأما أعدائي، كلام المسيح، فاسبحوهم أمامي. فأنت هتلاقي في كل دين عقول شيطانية بتفسر النصوص على أهوائها، ومن هنا يأتي الإرهاب. تمام؟ مع حضرتك المايك يا دكتور. طيب شكرا أستاذ إيلاف في القرآن. الحقيقة يعني أمريكا دولة علمانية، محدش يقدر يقول أمريكا دولة دينية، بدليل ان الكل متساوي فيها، مفيش يعني فرق بين يعني بوذي، انسان مسيحي، انسان مسلم، الكل واخد حقه، الكل تحت طائلة القانون. مفيش حاجة، الدين لكل واحد محتفظ به لنفسه. دولة علمانية، لما اجي انا في دولة علمانية سواء باسم المسيحية او باسم الاسلام واعمل افعال مشيئة، هل ده يعني يليق بالاله اللي احنا بنعبده او بتعاليم الاله؟ ادي كل الفكرة. يعني ده بالضبط بيسيء الى تعاليم الاديان. اللي ما كانش الدين يغير من الإنسان، يعني
دي مش فعال. إذا ما كانش الدين يغيرني وله القدرة إنه يغير الإنسان، له القدرة إنه يغير الإنسان. طبعا في عوامل كتير، حرية، ربنا خلق الإنسان مخير مش مسير، لكن اللي بيعمله الإنسان باسم الدين هو يعني بيقول أنا متدين أو أنا بنتمي إلى الإسلام أو بنتمي إلى المسيحية وبعمل حاجات باسم الله. لما جاءت بقول حتى الله، يعني في تعبيرات بتتقال بتسيء نفسها إلى الله. ما تفهمنيش بطريقة، أنا يعني بتكلم كلام واقعي وكلام عملي، واللي بسمعه هنا خدت بالك؟ فأنا ده ليه أدخل اسم الله فيها؟ افرض أنا إنسان منتل، أنا إنسان عقلية متخلفة، أو إنسان يعني جرو أب، نشأت في بيئة تعلمت منها معاداة الآخرين أو عدم قبول الآخرين، ترجع للبيئة اللي أنا تعلمت منها أو الأسرة اللي أنا عشت فيها. في بعض الأسر ما بتعلمش أطفالها قبول الآخرين، في بعض الأسر بتعلم، بيطلع الطفل كده ناضج ومتفتح، ممكن يعمل حوار أو يخلي إنسان ما يخافش من حد، خدت بالك؟ لكن في البعض كده ما يقبلكش حتى لو كنت، لو انت مختلف عنه ما يقبلكش، خدت بالك؟ فده اللي بيحصل، يعني اللي بتحصل ورا بعض دي، او اللي حاصل النهارده في العالم كله من مشرقه لمغربه، وبتحصل معظمها باسم الدين، نتيجة سوء فهم الدين. طب هل درجة سوء فهم الدين يعني توصل للملايين اللي وصل لها هذا الفكر؟ يعني أنا ليا في الشغل، حضر حضرتك المايك، ليا في الشغل ليا معايا زملاء أفاضل مسلمين ومعايا زملاء هنود بيعبدوا اللي بيعبدوه. الكل يعني بينسى لما يدخل في الشغل، يطلع من بيته، يطلع من جوه بيته ينسى إن هو إيه. كل يفتكر إنه واحد من المجتمع، يقبل الجميع ويتعامل مع الجميع. إذا ما كانش يمشي بالسلوك ده مش هينفع يعيش في البلد دي. طيب أنا مش هكمل المايك مع حضرتك، ده المايك معنا. ما شاء الله أختنا نسرين سرقتني، ما شاء الله أختنا نسرين سرقتني. دكتور نبيوت، أنا أختلف مع حضرتك في مسألة إن السلوك يطعن في الدين. ده فكر مش صحيح عمليا ولا حاجة، لأن بيقول لك يعني بيقول لك حتى صوابعك مش زي بعضها، صح دكتور بيوت؟ يعني النهاردة لما واحد يقول لك أنا مسلم وأفجر نفسي عشان مسلم، هل مطالب أنا مطالب إن أنا أكره الإسلام؟ أنا مش عرفني إن هذا الشخص مش فاهم غلط، ولا زي ما قلت له حضرتك منت اللي عنده مشكلة عقلية ولا ولا ولا. كيف أحكم على دين بسلوك رواده دكتور زبادي؟ يعني النهارده دكتور زبادي، آسف دكتور بيون، حضرتك مش فيه مسيحيين بيزنوا والعياذ بالله؟ مع إن المسيح نهى عن الزنا وقال لك من نظر إلى امرأة واشتهاها في قلبه فقد زنا بها، ده حتى النظرة الوحشة زي مسيحي زاني. ينفع أقول المسيحية دين الزنا والعياذ بالله؟ أبدا، صح، ما ينفعش نقول إن المسيحية دين الزنا، لأن النصوص واضحة وصريحة في النهي عن الزنا. تمام؟ إذا فالفهم الخاطئ أو إساءة بعض المنتسبين للدين مش طعن في الدين، وإنما يجب أن ننظر في الدين وفي منهج الدين عشان نشوف هل وافق الدين على ما يفعله هذا الشخص أو أم لم يوافق. اتفق معي دكتور بيون؟ إذا فسلوك الشخص ليس أبدا حج على الدين، وإنما الدين والنصوص هي الحج على كل شخص. ولذلك الله عز وجل بيقول لي كمسلم
لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقدموا قول أحد أو رأي أحد أو فهم أحد على الكتاب والسنة. أنا ما ينزلنيش فيهم أي حد دل ديني. والله عز وجل يقول قل إنما أنذركم بالوحي. عايز تتكلم معايا تتكلم بنصوص كتابي وبنصوص سنتي مش بأفهام الناس يا دكتور زيفاجو. والمسيح أيضا الكتاب بيقول لك انظروا ألا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة بغرور باطل حسب أركان الناس حسب أركان العالم وليس بحسب المسيح. يبقى المسيحية بتحسب بالنصوص مش بأفهام الناس ولا بالفلسفة، صح دكتور زيفاجو؟ كل النصوص أو يصيب الدين أو يخالف الدين في الآخر هو اللي هيتحاسب، مش الدين اللي يتحاسب بيه. هو مش حجة على الدين. فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. الله عز وجل حينما خلقنا عشان نتعارف يا دكتور زيفاجو، مش عشان ايه نتنافر او ايه او يقتل بعضنا بعض. قال تعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى. ليه بقى؟ وجعلناكم شعوبا وقبائل عشان المسلمين يفنوا جميع الناس ويعيشوا هم. طب ما الفتوحات الاسلاميه دخلت في كل بلد يا دكتور زيفاجو، ونجد الى الان في مسيحيين وفي يهود وفي وفي وفي. الغرض لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تعارفوا يعني إيه تعارفوا يا دكتور زيفاجو؟ يعني إيه تعارفوا؟ مش تنافروا، خلي بال حضرتك. لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يكون في بيننا معرفة، يكون في بيننا ود، أي ليعرف بعضكم بعضا. مش نتنافر، مش نختلف، مش ندعو. جميل. طب سمعت لحد فين يا دكتور بيور؟ سمعت لحد فين حضرتك؟ سمعتني لما قلت لك فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها، وكل واحد في الاخر هيتحاسب على سلوكه هو بسلوك الناس. الله عز وجل قال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اي ليعرف بعضكم بعضا، مش عشان تذبحوا بعض وتتنافروا. في الاخر سلوك الشخص لنفسه. الله عز وجل يقول يا دكتور بيور ونفسي وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. كل واحد فيه جواه الكفر والايمان، جواه الاعتدال والاعتداء، جواه التفريط والافراط والوسطيه، كل واحد فيه الحلو والوحش. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. اذا فالامر في ايدك انت، اللي تمشي كويس وانت اللي تمشي وحش، وفي الاخر هتتحاسب. اذا فلما تعمل الحلو محسوب لك، وما تعمل الوحش محسوب عليك. في الاخر اساءتك لا تسيء للدين اللي انت بتنتمي ليه، ولكن تسيء لك انت. وده المفروض ان ايه، ده المفروض ان احنا نحكم به. ننظر في هذا الدين ماذا قال هذا الدين، ان هو يعني هذا ايه افعال المضاده، هذه الافعال المشينه. هو ده المفروض نتكلم فيه. ما حضرتك المايك يا دكتور بيور. طيب شكرا استاذ اهل القران، انا معاك. يعني ما يقدرش انسان ينسب الخطا الى الله،
لكن الخطأ يرجع إلى فهم الإنسان الخاطئ عن الوصية الإلهية. أنا معك، لكن طبيعي الإنسان لما بيخطئ بيحط ربنا ورا منه، ما بيحطش ربنا قدامه، لأن لو حط ربنا قدامه أمامه مش هيخطئ. فطبيعي الإنسان اللي بيخطئ بيتجاهل ربنا أو بيحط ربنا ورا منه، خدت بالك؟ لكن اللي أنا بشوفه حقيقي يعني في بينفذوا عمليات يقعد ينادي باسم الله. طب ليه؟ هل ده عملك انت الخاص بتنسبه لله ليه؟ بتسيء لاسم الله ليه؟ دي المشكله اللي بتتاخد على هذا الانسان، انك بينسب خطأ هو الشخصي بينسبه كأنه تعليم الله. طب جبت منين هذا الكلام؟ أكيد يعني المؤسسات دي يعني بيملوا بيعملوا لهم غسيل بهذا التعليم. قول لما كانش يبقى عنده هذا الحماس انه ينفذ عملية إجرامية زي كده، خدت بالك؟ فهذه كل الفكرة. ما يعني لما واحد يقول لك الله أكبر هتعرفه دي إيه؟ هتعرفه دي إيه؟ بص الله في القرآن حقيقي هنا لما يحب يجيبوا، ومن أول ما تولد لغاية دلوقتي يجيبوها، مفيش فيها كلام، مفيش فيها كلام، خدت بالك؟ وأحيانا بتبقى بالصوت والصورة، شوفوا بتوصل لغاية فين؟ إنه راح فين وعمل إيه؟ ما تقدرش يعني اللي بيقول لي تحكم عليه ازاي انه شخص مسلم، كل المؤشرات وكل الاعترافات، هو اعترف شخصيا وقال. يعني ما اعرفش لو حضرتك متابع، اكيد مش متابع، لو متابع الحدث هتقدر يعني تستوعب الكلام اللي انا بقوله. هو نفسه اعترف وقال انا نفذت الامر ده، ما هو واضح من كلام حضرتك مش متابع، انا نفذت الامر ده في شهر رمضان علشان ليا ثواب كبير، هروح الجنه في خدمه عظيمه. شوف شوف المنتاليتي بتاعته وصلت لايه. يعني فاكر انه بفعله ده انه هيرضي ربنا وانه هيروح الجنه على حساب دم الناس. هو اعترف بهذا الكلام، ما دي مشكله في حد ذاتها. طب انا هديك مايك واسمعك مده 3 دقائق ولازم انام. طيب شكرا، والمايك مع حضرتك. شكرا. سعيد بالحوار معاك يا دكتور بيون. احنا اتفقنا دكتور بيون ان ازيك يا اسماعيل، هتكلم معاك حالا. احنا اتفقنا دكتور بيون بان سلوك الشخص مش ايه، مش حج على الدين، صح؟ ممكن يكون، انا مش هقول لك ان هو مش مسلم، لا ممكن يكون مسلم، بس ممكن يكون مسلم انا فاهم خطا، يا اما مسلم ماجور، هو مسلم ماجور، يعني اخذ فلوس ومتجند عشان يسير الاسلام، مرتزق زي المرتزق كده، باع نفسه للشيطان زي ما يهوذا الاسخريوطي يا دكتور بيور باع نفسه اليهود مقابل 30 من الفضه، وسلم المسيح مقابل 30 من الفضه، تمام؟ ما هو كان تلميذ لكن باعه عشان الدنيا. بس بتحصل عادي خالص ان ممكن واحد يضحك على مسلم ويخليه يبيع دينه ويسيء لدينه عشان فلوس، عادي خالص، تمام. اضف الى ذلك يعني زي ما اقول لك كما قال المسيح يا دكتور بيو، ما اعرفش والله اذا كان هوموسيكشن ولا لا، ما اعرفش، انا مش متابع احس خالص.
مش اي حد يجي يقول لك يا دكتور بيوت انا انتسب للدين وانا بحب ده، لان الانسان ممكن يقول ما لا يفعل. والعبره عندنا يا دكتور بيوت في الاسلام، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، تتبع النبي محمد. مش تخلف وتقول بحب الاسلام، مش تالف وتقول بحب الاسلام، مش تختبع وتقول بحب الاسلام. فيحببكم الله، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. معايا يا دكتور بيوت؟ والمسيح قال ايه بالنسبه للانجيل؟ قال لك حذر، قال لك ايه؟ قال لك فانهم يلبسون ثياب الحملان ومن الداخل ذئاب خاطفه، صح يا دكتور بيوت؟ فاحنا يعني احنا ما نخدعش لا بالمظهر ولا بكلامه، انا ما يقول من هنا للصبح فانهم ثياب الحملان، لكن من الداخل ايه؟ ذئاب خاطفه. تتفق معايا يا دكتور بيوت؟ فممكن الواحد يظهر عكس ما يبطن، ممكن يكون هو مأجور، مرتزق، كاره الاسلام، منافق. طب ما المنافقين في عهد النبي محمد يعني كانوا يظهرون الاسلام ويبطنون الكفر، واقفين يصلوا مع النبي في الصف، وهم اول ناس بتبيع الاسلام وبتبيع المسلمين. ما فيش مشكله، عليكم السلام. معايا يا دكتور بيوت؟ فممكن يكون جاي بثياب الحملان بيقول لك انا مسلم وملتحي والله اكبر، دي ثياب حملان. من الداخل ايه بقى يا دكتور بيوت؟ ثياب خاطفه، صح؟ بس فاحنا ما نتغرش بالمظهر او نتغر بالكلام، احنا لينا الافعال. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. دي وجهه نظر دكتور بيوم. عشان كده ما احكم على سلوك شخص انه يسيء لدين، خاصه اذا كان الدين بيدين هذا الشخص. هذا الشخص في الاسلام مجرم، اللي يدخل يفجر اي منطقه تمام ليس له ان يقتل. سبحان الله، الله عز وجل بيقول لك يا جماعه من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل. كتبت ايه يا رب؟ معايا يا اخوه؟ من اجل ذلك كتبنا. مائده 32، انا موجود ولا الصوت انقطع؟ ربنا يستر يكونش الباقه خلصت. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه ما قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. الوجه حق ده كانه قتل الدنيا كلها. دكتور ضيوف، فعل هذا الرجل المخبول اللي بتقول فجر نفسه ولا ولا ولا. وانا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا قلت لك حينما المسلم حينما يسيء او يعتدي بيكون رد فعل وليس فعل. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، وايه؟ وبمثل ما اعتدى عليكم، بمثل ما اعتدى عليكم. ما زودش، اديتني قلم اديك قلم، مش اديك 10. فقاتلوا الذين يقاتلونكم، قتلوكم فقتلوهم. انا ما ابداش حد بالاعتداء او بالعداوه ابدا، دايما رد فعل. وجبت لك الايات اللي هي ايه؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوهم في الدين، صح يا جماعه الخير؟ لو انت بتعاملني كويس مستحيل اعاملك وحش. تنورنا في اي وقت يا دكتور بيون، تنورنا في اي وقت. وعلى فكره يا جماعه، لو تتبعتوا الغزوات والسرايا النبويه في السيره النبويه لن تجدوا يا جماعه الا في ثلاث حالات العنف، ثلاث حالات. اول حاله استرداد حق السلب من المسلمين. الكفار سلبونا حق، اخذوا مننا حاجتنا، فخرجنا كي نسترد حقوقنا. اثنين، الدفاع عن النفس وعن الدين والمقدسات. الكفار جايين يغزوا المسلمين فنخرج كي نصد عن ديارنا وعن ديننا. ثلاثة، تأديب خائن على خيانته. عمل معانا معاهدة وبعنا
وكان يتسبب في الضرر بالمسلمين والإضرار بالمسلمين. تمام؟ ولن تخر في السيرة لدول كل الغزوات أحد وبدر وحمراء الأسد ويوي محصورة في كل هذا، إما دفاع عن النفس وعن العرض وعن الدين، وإما تأديب خائن على الخيانة، وإما استرداد حق مسلوب. وأعتقد إنها كلها أمور مشروعة يرتضيها القانون الدولي وترتضيها كل إيه؟ كل الأمم. إن أحفظ أحافظ على كيان دولتي، أحافظ على ناسي، أحافظ على مقدساتي ودافع عنها. لأن أمريكا النهاردة لو حد جاي يعتدي عليها هتحاربه. أمريكا النهاردة لو حد أخذ منها حاجة هتروح عشان تسترد حقها. أمريكا النهاردة لو عاملة معاهدة وحد خانها هتأدبه. هذا أمر قائم حتى في القوانين الدولية يا جماعة. صح؟ خيانة أثناء حرب دي خيانة عظمى تضيع فيها رقاب. تخوني أثناء حرب يعني تموت أهلي وتبيد ناسي، ما فيهاش هزار، كان ما فيهاش هزار. بس أعتقد بأن الأمور كلها الثلاثة دي الأمور شرعية لا يختلف عليها منصف. هو عامة دكتور بيور ما كانش يتكلم بسبيل التحامل، هو كان مستفسر، والراجل صراحة ما أنا ما شفتش في كلامه لمز يعني. طيب ما يسمعني معايا السمع؟ جميل. إحنا هنتفق إن شاء الله على وقت المناظرة وكده ولا؟